مواطنو منطقة المغيصية في محافظة بابل أطلقوا نداءات استغاثة لسحب مياه الأمطار التي أغرقت شوارعهم ودخلت إلى منازلهم، بينما مجلس المحافظة لم يستثمر العطلة التي أعطاها للطوارئ في سحب المياه ومعالجة أضرار منازل المواطنين كما يقولون. فنشاهد. مطرت يعني شو أقول لك، ها صار لها يومين. يومين عندنا بالمنطقة ناس عزيزين علينا شالوا من برا هذا المي، تفضل هذا البيت صار لهم تقريبا 3 أيام 4 أيام شالوا، وبيت اخوهم اللي بصفهم هم صار لهم 3 أيام 4 أيام شالوا، لان ما يقدرون يطلعون منين يروحون. فيقولون اكو زمان هاي معاناه، هاي صار لنا تقريبا معاناتنا هاي نعاني منها يعني فتره طويله، ونريد من الله ومن عندكم تسووا لنا صوره حل لهذا المي ولهذا الشارع. اذا الناشد الحكومه انطت طوارئ وانطت عطله بالنسبه للعطله وللطوارئ، وهنا احنا بدون طوارئ احنا غرقانين. هاي المغيصيه، قضاء المغيصيه على محافظه بابل، هاي منطقه المغيصيه تابعه لمحافظه بابل. الناشد السيد المحافظ، الناشد السيد القيم مقام، الناشد الجهات العليا بان يسووا لنا حل لهذا الشارع. هذا الشارع ما له منفذ المي مالته، الحد غادي ويوقف، ما له منفذ هذا المي مالته. المي المطر اذا مطرت الدنيا يصير تراكم تغرق البيوت، وما التصرف يعني ما المياه ما يقدرون يصرفوها. هذا يعني هسه مطرت البارحه ساعتين احنا غرقنا، زين احنا بينما اذا تمطر لها يوم كامل شي يصير بينا؟ تغرق العالم، والله العظيم تغرق العالم، جهالنا مرضى، والله العظيم جهالنا مرضى. انا جهال اول بارحه جبتهم من بغداد وديتهم للطبيب، صار بيهم تحسس بصدرهم من وراء هذا المي، من وراء البروده، من وراء الرطوبه، ومنطقه هاي منكوبه. احنا الناشد السيد المحافظ ان يسوي لنا حل لهذا الشارع، اريد بس يسوي لنا حل لهذا الشارع.